بسم الله، السلام عليكم. اليوم جبت لكم طريمسه كما يقول لكم استغلاميه طريمسه تاع السلق. نبداو في بركه الله. بسم الله، عندنا لهنا السلق، ها هو يعني غسلاته مقطعته وغسلاته. هنايا كاين ثلاثه تاع القبضه تاع السلق، وكل واحد كيبغي يدير، بغيتي زوج بغيتي وحده بغيتي. عندنا البطاطا اللي هو بارد في بارد، عندكم اللفت تانيك، ها هي مكوره تانيك تجي مليحه. عندنا الفول البري، ها هو اللي غسلاته. السلق كل واحد وكيديره، كان يديرها بوره كان يديرها، كل واحد وكيديرها. عندي لهنا الثوم، الثوم والكمون، راني دارسه الدرسه تاعي، ها هو الثوم والكمون. عندي الزيت، عندي فلفل حمراء، عندي فلفل شويه سكنج كيقولوا له كركم، ما نديروش الملح حتى يطيب الفول باش نديروا الملح. حتى كون نديروا الملح ما الفول ما يطيبلناش. نديرو الماء بارد في بارد، هي بالحق ما يجيش بالزيت. انا عندي ولدي ما يبغيش بالشحمه، هذيك الشحم انا تما نديرها الزيت باش ما يجيش هذيك البنه تاع الشحم. هو بالشحم يجي بنين، شويه تاع الشحم ديري يجي مليح. نقلعو عليه من بعد نعاود نوديلكم. ها هو الطبق تاعنا راه وجد، هذا هو السلق. ما تنساوش ديروا شويه ملح فيه حتى من يطيب الفول. هي قلت لكم ديروا شويه ملح، ديروا غير نص مغرفه، وكل واحد والذوق تاعه، خطر ما ديروش ما يجيش مالح، هو يجي مليح. هيا وجربوه وان شاء الله يعجبكم هذا الطبق. هيا ولاد اللقاء.